وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. يعني أن المتكلم في جرح الرواة وتعديلهم ينبغي أن يكون من المتخصصين، ولا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يتكلم في هذا العلم، علم الجرح والتعديل، إلا إذا كان من أئمة هذا الشأن كالإمام البخاري وغيره. فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. فإذا عدل راويا وهذا الراوي لا يستحق التعديل بأن كان ضعيفا أو كذابا أو نحو ذلك، فإن ذلك يندرج أو يخشى من ذلك أو من عواقب ذلك أن يصحح حديثا ليس بصحيح بناء على توثيق هذا الراوي وتعديله، وهو في الحقيقة لا يستحق ذلك التعديل ولا ذلك التوثيق، فينبني على ذلك أن يصحح الحديث الذي فيه هذا الراوي وهو لا يستحق ذلك، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، باقي الحديث إيه؟ فهو أحد الكذابين. من روى حديثا وهو يظن أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. طيب العكس بقى: وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك. يعني إن جرح راويا من غير تثبت وتأكد من أنه يستحق هذا الجرح أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. أنه أصبح هكذا الراوي هذا إلى يوم القيامة موسوم أو موصوف بتلك الصفة السيئة، سواء أنه كاذب أو أنه يفعل كذا وكذا ونحو ذلك، التصقت به هذه التهمة ولن تمحى عنه. وإحنا قلنا في الدرس الماضي، نقلنا كلام ابن دقيق العيد رحمه الله أن أعراض المسلمين تعد حفرة من حفر النار يقف عليها المحدثون والحكام. فالمحدثين لبا لهذه لهذا السبب، أنهم ربما جرحوا أحدا لا يستحق التجريح واتهموه بتهمة هو بريء منه، لذلك نقول دائما أنه لا يجوز أن يقدم على هذا أو يتجرأ على هذا إلا إمام من أئمة هذا الشأن. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد. هذا يأتي بقى الحافظ بقى هيذكر أسباب إقدام بعض
المحدثين على تجريح رواة، وهو في الواقع غير ذلك. إيه السبب بقى اللي هيخليه يقدم على تجريح هذا الراوي؟ أول حاجة قال لك الهوى والغرض الفاسد، بمعنى أنه ربما كان يحسد هذا الراوي أو هذا الشيخ، الحسد والتباغض. وذكرنا مثال كلام الإمام ابن معين في الإمام الشافعي رضي الله عنه، والعلماء قالوا أن هذا كان بسبب الحسد، أن الإمام ابن معين حسد الإمام الشافعي على مكانته عند الناس. ولذا لما سئل الإمام أحمد عن كلام ابن معين في الشافعي قال: من أين يعرف ابن معين الشافعي؟ هو لا يعرفه، ومن جهل شيئا عاداه. فالأئمة حملوا كلام ابن معين في الإمام الشافعي على هذا الأمر، أنه من باب التحاسد ولا يقبل كلامه أبدا في الإمام الشافعي. لذلك هنقول بعد كده أن كلام الرواة في بعضهم من أحد أسباب عدم قبوله أن يكون ذلك في إمام مشهود له بالعدالة. يعني واحد بيتكلم في الإمام الشافعي، واحد بيتكلم في الإمام أبو حنيفة، واحد بيتكلم في الإمام أحمد أو الإمام مالك، دول أئمة كبار. فما نقولش بقى إن نقبل كلام هؤلاء المجرحين، لأن هو هيذكر بعد كده قاعدة قال لك: والجرح مقدم على التعديل. يعني لو في واحد ناس جرحوه وناس عدلوه، نقبل أو نقدم الجرح على التعديل، وهذا هذكره بشروط. لكن مع الأئمة الكبار لا يصير هذا الكلام، لأن إمامتهم أغنت وشهرتهم أغنت عن توثيقهم وتعديلهم من الآخرين. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. يعني المتقدمين أغلبهم ما كانش بيدخل عندهم ناحية الهوى والحسد والغيرة ونحو ذلك، بل أكثر ذلك موجود في كلام المتقدمين. أما المتأخرين لا، في كلام أكثر هذا موجود في كلام المتأخرين، أما المتقدمين فيسلم غالبا كلامهم من هذا. وتارة من المخالفة في العقائد، مثل طعن بعض أهل السنة على بعض الرواة الروافض والشيعة، وإن كانوا عدولا في أنفسهم. يعني بعض أهل السنة ضعف كثيرا من الرواة من أجل مذهبهم وعقيدتهم، ككونه متشيعا أو خارجيا أو رافضا ونحو ذلك، أو رافضيا ونحو ذلك. لكن هو في الحقيقة هذا الرجل هو في نفسه عدل وثقة، وبدليل أن أصحاب الصحاح البخاري ومسلم أخرجوا لرواة ليسوا من أهل السنة، منهم الشيعة ومنهم الخوارج ونحو ذلك، وهؤلاء موجودون في الصحيحين. فالبخاري ومسلم كان يسيرين على إن الراوي طالما أنه عدل وثقة في نفسه، والحديث الذي رواه لا يناصر مذهبه وبدعته، فيأخذه ويقبله منه. طبعا العكس بقى لا يحدث، يعني الروافض والشيعة والخوارج وهؤلاء
لا يقبلون أهل السنة مطلقا، ولا يعتبرون بالأحاديث التي في الصحيحين أصلا، بل وصل الغلو بهم إلى أنهم لا يأخذون بكلام الصحابة رضي الله عنهم ويجرحونهم، أو يعني يجرحون أكثرهم. والصحابة عندهم إيه، 3 4 5 كده، هم دول الصحابة، والباقي كل ده مهمل ومطعون فيه، ويعني إيه، لا يأخذون بأقوالهم ويجرحونهم كمان. بل وصل الأمر إلى أن يعني من المغالاة أنهم كفروا بعض الصحابة، ومنهم من يكفر أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، يعني في كلام المتقدمين والمتأخرين معه. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، أي بمجرد المخالفة في العقائد. فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. طيب، يبقى من ضمن الحاجات التي ننظر إليها عندما نرى إماما أو عالما يجرح راويا آخر، إن يعني احنا ننظر في المذهب والعقيدة بتاعته. هل عقيدتهم مختلفة؟ لو مختلفة يبقى إيه الكلام ده محتاج، يعني لا تأخذه على عواهله، أو لا تأخذه مطلقا، بل يجب أن تدقق وتبحث جيدا في حال هذا الراوي إذا اختلفت عقيدتهما. ليه؟ لأنه ربما يحمل تعصبه لمذهبه على جرح هذا الراوي. في نقطة كمان، إن احنا لابد وأن ننظر في الشخص المجرح هذا، هل هو عالم بالأحكام الشرعية أم لا؟ لماذا؟ لأنه ربما جرح رجلا بشيء يعتقد هو حرمته، وهو في الواقع ليس بحرام، يعني جهله بالأحكام الشرعية يؤدي به إلى أنه يجرح رجل معين لأمر رآه منه، وهو في الواقع هذا الأمر ليس بحرام. مثلا عندما سألوا بعض العلماء لما، أو بعض الرواة، لما تقول في ذلك أو في ذلك الشخص بشيء، أو لا تأخذ أحاديثه ولا تقبلها، فقال رأيته يبول قائما. البول قائما ليس بحرام، بل هو مكروه. فربما ظن هذا الشخص أن هذا الشخص يفعل حراما، فلا نقبل روايته. فلا بد أن يكون المجرح أو القائم بالجرح هذا عالما بالأحكام الشرعية. ليه؟ لأنه زي ما قلت ربما إيه، يظن الحلال حراما والحرام حلالا. طيب، وعشان كده طبعا العلماء أوجبوا التفسير والبيان. فلان يجرح فلان، طب إيه السبب؟ لابد وأن يذكر السبب والبيان لذلك. أحد الأسباب زي ما قلنا أنه هو إيه، ربما يكون يظن الحلال حرام والحرام حلال، وربما يظن أن أو يعتقد أن هذا السبب المجرح الذي جرحه من أجله، يعني هو عندك
سبب في تجريح هذا الراوي، لكن ربما أنا لو علمت السبب ما ذكرته أنت لا أخذ أنا به. يعني أنت تقول في فلان أن هذا الرجل ليس بثقة، طب أقول لك ليه؟ تقول لي عشان كذا كذا، هو فعل كذا. أقول لك طب لا، هذا الفعل عندي ليس بشيء، وهذا الفعل عندي لا يجرح هذا الرجل، لذا يعني نصوا أو جابوا ذكر سبب الجرح، لأنهم ربما يكونوا أو يكون سبب الجرح معتبرا عند قوم وغير معتبر عند أقوام آخرين. والجرح مقدم على التعديل. طب ليه الجرح مقدم على التعديل؟ قال لك لأن مع الجارح زيادة علم، المجرح معه زيادة علم، مع المجرح زيادة علم، زيادة علم، اطلع ما لم يطلع عليه الموثق أو المعدل، وإلا لما جرحه؟ والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، جماعة من العلماء، ولكن فيه نظر أو فيه يعني تفصيل، ولكن محله يعني محل أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا أي مفسرا من هذا الراوي أو من هذا المعدل، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. يبقى شرط إن الجرح يكون مقدم على التعديل، أول حاجة إنه يكون مبين يذكر سبب هذا الجرح، تاني حاجة إنه يكون من عارف عالم بهذا الشأن، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وغيره. ليه؟ لأن زي ما ذكرنا ربما يكون الداعي لتجريحه عندك غير معتبر عندي، طبعا بخلاف التعديل، التعديل لا يحتاج إلى ذكر سبب، التعديل لا يحتاج إلى ذكر سبب. أنا ما أقول فلان ده عدل، ما تجيش تقول لي وأنت قلت عدل ليه؟ طب ليه؟ قال لك لأن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، ولا ننتقل من هذا الأصل أو عن هذا الأصل إلا بدليل وبينة، كأن رأيت منه شيئا أو سمعت منه شيئا ونحو ذلك. لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، خاصة إذا كان إماما، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، لأنه مش عارف، غير عالم، ودي مش محتاجة إلى إيه يعني شرح. طيب، فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا. طيب، في راوي من الرواة لم يعدله أحد، لم يعدله أحد، وذكر فيه جرح، وهذا الجرح غير مفسر وغير مبين،
نقبله إذا صدر من عارف عالم، إمام من الأئمة جرح أحد الرواة، وهذا الراوي لم يرد فيه تعديل من أحد من الأئمة، والذي جرحه هذا إمام كبير، ولم يبين ولم يفسر لنا سبب هذا الجرح، فحينئذ نقبل هذا الجرح وإن كان غير مفسر وغير مبين. طبعا كلام الحافظ بيقول إيه على المختار، يعني معنى ذلك إن في بعض العلماء أيضا لم يقبلوا هذا الجرح إذا كان مجملا وغير مفسر أو غير مبين، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. طبعا هذا هو مذهب الحافظ ابن حجر، أننا نقبل إيه؟ تعديل أو تجريح المجرح إذا صدر من إمام وكان مجملا وغير مفسر ولم يرد في هذا الراوي أي تعديل، أي لا يأخذ بروايته. الحافظ ابن الصلاح قال لك لا، إحنا نتوقف في حال هذا الراوي لا نسقطه بالكلية، يعني إيه؟ لا نرده، بل نتوقف فيه إلى أن يتبين لنا حاله بالبحث. طيب لم يتبين، يبقى إيه؟ ما زلنا متوقفين في حاله. المذهبين قريبين من بعض، مذهب الحافظ ومذهب ابن الصلاح، بس الفرق الصغير هو إيه؟ الفرق الصغير إن ابن الصلاح بيقول إحنا هنتوقف فيه مش عشان هذا الراوي ورد فيه جرح فهو ضعيف، لا، إحنا هنتوقف فيه لأن إحنا مش متأكدين من حاله، لا لضعف في نفسه. لكن الحافظ، مذهب الحافظ ومن سار على مذهبه، قال لك لا، ده هو هذا الرجل يعتبر مردود الحديث. فالحافظ ابن الصلاح بيقول ايه بقى؟ انما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد السبب او ورد حديثهم على الكتب المصنفة في الجرح، الناس بتعتمد في جرح الرواة على الكتب المصنفة في الجرح، زي الضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي وغيره وغيره، وقلما يتعرضون فيها لذكر السبب، يعني هؤلاء المصنفين في كتبهم قلما تعرضوا لذكر سبب إيه؟ ضعف هؤلاء الرواة، بل يقتصرون على فلان ضعيف أو ليس بشيء ونحوهما. فاشتراط بيان السبب في جرح الرواة يفضي إلى سد باب الجرح غالبا. لو بقى حنطالب بذكر السبب في كل راوي جرح، هذا سيؤدي إلى إيه؟ إغلاق باب الجرح في الغالب، لأن أغلب المصنفين ما بيذكروش سبب الجرح، يبقى مش هناخد بقى بالكلام ده. ونحن وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في التوقف عن قبول حديثه. ليه بقى؟ قال لك لحصول ريبة، لا لأنه مجروح في نفس الأمر. هو ده الفرق بين ابن الصلاح والحافظ. ابن الصلاح بيقول ايه؟ احنا هنتوقف عن قبول حديثه لحصول ريبة وشك، لا لأنه مجروح في نفس الأمر. لا، المذهب الحافظ بيقول لك لا، هو مجروح. الرأيين يؤديان إلى مؤداهما واحد، عدم الأخذ بأحاديث هذا الراوي.
الاختلاف في السبب. الاختلاف في السبب. وابن الصلاح بيقول لك ان احنا نتوقف لان ربما بعد كده بالبحث يظهر لنا ان هذا الراوي ليس بمجروح، ولهذا من زالت عنه هذه الريبة ببحث ببحث عن حاله يقبل، كالذين احتج بهم الشيخان ممن تقدم فيهم الجرح. يعني بعض الرواة جرحوا وتكلم فيهم، ولما جينا نبحث عن هؤلاء الرواة لقينا إن الشيخان بخاري ومسلم أخرجا لهم في الصحيح، يبقى كده زالت هذه الريبة عن هؤلاء الرواة. يبقى نخلي بالنا إن مذهب الحافظ رد الراوي، أما مذهب ابن الصلاح فالتوقف في حاله إلى أن نتبين ذلك بالبحث. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. طبعا زي ما ذكرنا إن كلام الأئمة برضو في بعضهم يعني ينبغي أن يؤخذ على إيه محامل، ربما زي ما ذكرنا الحسد والغيرة أو التعصب المذهبي ونحو ذلك. وقلنا طبعا كلام ابن معين في الشافعي، في الإمام الشافعي، وكلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك، والخطيب البغدادي تكلم مثلا في أبي حنيفة ونحو ذلك، أو ذكر أقوال الذين يتكلمون في أبي حنيفة. كل هذا يرد، يغني عن هذا وعن ذلك شهرة هؤلاء الأئمة والإجماع أو الاتفاق على أئمتهم وعدالتهم. وإلا طبعا احنا لو أخذنا بهذا الكلام يبقى هيؤدي إلى أن احنا بقى إيه؟ نأخذ كلام الصحابة في بعضهم، هنأخذ بقى كلام بعض الصحابة في بعضهم، يبقى كمان الصحابة هيروحوا في الرجلين. طيب. فصل. ومن المهم في هذا الفن، حافظ بقى هيذكر أيضا بعض الأمور المهمة التي ينبغي على طالب علم الحديث أن يهتم به، منها معرفة كنى المسمين. طبعا أنتم عارفين الكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو محمد، أم أيوب، أم محمد، وهكذا. الكنية ما صدر بأب أو الاسم الذي صدر بأب أو أم. معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. طبعا الحافظ هنا عايز يقول إن مثلا في راوي اشتهر باسمه وكنيته يعني لا يعرفها كثير من الناس، فيأتي في بعض الأحاديث والراوي عنه يذكره بكنيته، يقول حدثنا أبو محمد مثلا، وأبو محمد هذا مشهور باسمه وليس بكنيته، فربما ظننت أنه شخص آخر، ربما ظننت أنه شخص آخر. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر.
ومعرفة أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته. نعم، اسمه كنيته. وهم قليل. ومعرفة من اختلف في كنيته، وهم كثير. ومعرفة من كثرت كناه، كابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه. طبعا اللقب أو النعت ما يدل على رفعة المسمى أو وضعه، يلقبونه بشيء، إما يعني يريدون أن يرفعوا ذكره بين الناس أو يضعوا ذكره بين الناس، مثل مثلا أبو عاصم النبيل، إن أحد الأئمة الثقات، فالنبيل هذا لقب أرادوا يعني بتلقيبه بالنبيل الرفعة من شأنه. وطبعا ذكروا السبب في أنه لقب بالنبيل أنه كان على ما أظن ابن جريج، كان يجلس ويحدث، وكان أبو عاصم يجلس أمامه مع الطلبة يأخذ عنه الحديث، فلما سمع الناس هرجا بالخارج فقالوا ماذا حدث؟ فقالوا إن بعض الناس قد أتى بفيل، فيل عظيم، طبعا فيل حجمه كبير، والعرب يعني لم تكن تعهد رؤية الفيل، فترك الناس ابن جريج وخرجوا ليشهدوا الفيل أثناء الدرس، ولم يجلس معه إلا أبا عاصم، فلقبه ابن جريج بالنبيل، قال له إنك نبيل. يعني قال له لما لم تذهب معهم؟ قال إنما أتيت لأتعلم العلم لا لأرى الفيل. فلذلك سمي بالنبيل. طبعا العكس أنه يكون اللقب يدل على وضع الرجل، كالحذاء والأعمش والأعرج. الأعرج ده بيروي عن أبي هريرة، والحارث الأعور ده بيروي عن سيدنا علي. فكل هذه ألقاب إيه يعني قد تدل على يعني انتقاص في صاحبه. فاللقب زي ما قلنا إما يدل على رفعة الملقب به أو وضعه. طبعا في أشياء غير بقى اللي ذكرها الحافظ، هذه هناك من اختلف في اسمه وكنيته، اسمه مختلف فيه وكنيته مختلف فيها برضه، زي سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أن اسمه صالح أو مهران أو عمير، وقيل أن كنيته أبو عبد الرحمن أو أبو البختري. إذن فهو مختلف في اسمه وكنيته. لم يختلفوا في لقبه. نعم. وهناك من اختلف في اسمه ولم يختلف في كنيته، سيدنا أبو هريرة.
اتفقوا على كنيته وليس له كنية غيره. اختلفوا بقى في اسمه على 30 قول، 30 قولا، وإن كان طبعا أرجحها عبد الرحمن بن صخر. بعض الرواة أو العلماء يعرف بكنيته ولم يوقف على اسمه، يعني احنا نعرف كنيته واسمه ما نعرفوش، مثل أبي شيبة الخدري وهو صحابي. أبي شيبة الخدري لا نعرف له اسما. وبعضهم اتفق على اسمه واختلف في كنيته، مثل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيكنى أبا زيد وأبا محمد وأبا خارجة وأبا عبد الله، قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا وقيل هذا، لكن اسمه ما فيش اختلاف، أسامة ابن زيد. طيب، من الأشياء برضو المهم معرفتها ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. طب إيه الفرق بين المدني والمديني؟ المدني من المدينة. المدني؟ المدني. والمديني؟ من المدائن. لا العكس. المديني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدني نسبة إلى مدينة ما. لم يشذ عن هذا إلا علي ابن المديني، فأبوه كان يسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن المديني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدني نسبة إلى إيه؟ لكن المعروف المدني نسبة إلى مدينة رسول الله. المدني. المدني. حتى مثلا بعلوم القرآن مكي مدني. لا هو العكس، نعم. المدني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المديني نسبة إلى مدينة إيه؟ أي مدينة. وزي ما قلت إيه؟ لم يشذ عن هذا إلا علي بن المديني. فإن أباه سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدته معرفة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه أو عمن نسبه إلى أبيه. خلي بالكم بقى من المثال اللي جاي ده. فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنبأنا أو أخبرنا أبو إسحاق. طب كلاهما صواب، يعني سواء قلنا ابن إسحاق أو أبو إسحاق كلاهما صواب، فلا أدري لما نسب الحافظ قول من قال ابن إسحاق إلى التصحيف، وهو فعلا ابن إسحاق. أبوه إسحاق. فلا أدري لما ذكر هذا، يعني فكلاهما صواب. ولكن المشهور في لسان المحدثين أبو إسحاق. ربما كان ذلك، لكن هو في الحقيقة هو ابن إسحاق وأبو إسحاق. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو
كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصارية زوجته رضي الله عنهما، صحابيان مشهوران. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه. الناس تفتكر أن أنس ده اللي هو في الحقيقة هو أنس بن مالك. يظن بعض أن الربيع بن أنس لما يروي عن أنس يبقى هو أنس ده أبو الربيع. لا، ده هو أنس بن مالك، إنما هناك تشابه في الأسماء كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه. فسعد هو أبو عامر بن سعد، لكن أنس هنا مش والد إيه؟ مش والد الربيع بن أنس. وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري اللي هو الربيع بن أنس ده، أبوه اللي هو أنس ده بكري، وشيخه أنصاري اللي هو سيدنا أنس وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور. وليس الربيع المذكور من أولاده، يعني الربيع ده مش مذكور أو معدود في أولاد أنس بن مالك رضي الله عنه. فالأمر ده بإيه؟ ربما يلتبس على بعض الناس لما يلاقي اسم شيخه، اسم شيخ الراوي زي اسم أبو الراوي، يفتكر أن ده أبوه، أنه هو بيروي عن أبيه، وربما كان صحيحا وربما لم يكن صحيحا، فيحتاج إلى بحث تعرف مين أبو فعل. زي ما الحافظ هنا إيه عمل، قال لك أبو بكري وهذا أنصاري، فلا يتصور أن يكون أنس هذا هو أو أنس بن مالك هو والد الربيع بن أنس. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، يعني ربما ينسب إلى أمه أو إلى جده أو إلى جدته ونحو ذلك، كالمقداد بن الأسود. نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، يعني حتى مش جد ولا أي حاجة، ده واحد تبناه فنسب إليه. وإنما هو المقداد بن عمرو. يبقى هنا احنا نسبنا الراوي إلى من تبناه، وربما نسبناه إلى أمه كابن عليا. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا. ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، عشان إيه ما يقعش في المحظور أن ابن علي كان يكره هذا. فالإمام الشافعي عشان ما ياخدش إثم وذنب لو قال ابن علي، يبقى ابن علي كده يجي يوم القيامة يقول له تعالى يا شافعي أنت مش عارف أن أنا كنت بكره الكلام ده، فيأخذ منه حقه يوم القيامة. فالإمام الشافعي ذكي، قال لك حدثنا إسماعيل الذي كان يقال له ابن علي. طبعا من ضمن برضو هذا شرحبيل ابن حسنة. حسنة دي إيه؟ أمه. ومحمد ابن الحنفية أبو مين؟ سيدنا علي، والحنفية دي أمه. وعبد الله ابن بحينة
بحيينة دي أم، أبوه اسمه مالك. فكل هؤلاء نسبوا إلى غير أبيهم. طبعا ممن صنف في هذا من نسب إلى غير أبيه حافظ علاء الدين مغلوطاي. والإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات قال أنه ألف فيه جزءا، ولكن لم نطلع على هذا الجزء ولم نره، ولكنه ذكر ذلك في أثناء كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وهو مطبوع. تهذيب الأسماء واللغات مطبوع. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، اللي هو حذاء ده مين؟ خالد ابن مهران. تقول مهران كده بالكسر مش بالفتح، ما تقولش مهران، خالد ابن مهران الحذاء. ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، صناعتها أو بيعها. دي بقى عايدة على إيه؟ صناعتها أو بيعها. هو بيقول كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها. الأحذية يعني حذاء ربما، لأن الجمع مؤنث والحذاء صانع الحذاء. نعم، فإيه الجمع مؤنث. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، فكل جمع مؤنث. طيب، وربما يعني التأنيث هنا عائد على النعل. النعل، الحذاء هو النعل، والنعل مؤنث في لغة العرب، مؤنث سماعي، يعني احنا سمعناه من العرب ان هو مؤنث، تقول هذه نعل. وفي الحديث الرجل الصحابي اللي بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن تكون نعله حسن، ثوبه حسنا ونعله حسنا. إن الرجل يحب أن تكون أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، تأنيث. فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمص الناس. فالنعل مؤنث سماعي، فهو أنث هنا ممكن إلى صناعتها أو بيعها نظرا إلى معناها الأصلي النعل. وليس كذلك، يعني ليس أنه لقب بالحذاء لأنه كان يبيع أو يصنع النعال، وإنما كان يجالسهم فنسب إليه، كان يجلس معهم يعني. وكسليمان التيمي، سليمان التيمي ده هذا من كبار حفاظ البصرة، لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه، كمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، يعني اسمه
واسم أبوه واسم جده واحد، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحسن بن الحسن بن الحسن، ثلاثة اسمهم الحسن. وزي إيه؟ محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، اسم أبيه واسم جدي. وبرضو في محمد ابن محمد ابن محمد الجزري، الجزري. فكل هؤلاء اتفقت أسماء آباء اسمهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. طبعا السيوطي، حافظ السيوطي، أورد حديثا عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن صلى الله عليه وسلم. أحسن الحسن الخلق الحسن. الحسن الأول من؟ الحسن البصري. والحسن الثاني عن من؟ الحسن بن علي. أبي الحسن اللي هو مين؟ سيدنا علي. عن جد الحسن اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الحسن الخلق الحسن. حلوة دي؟ لا، لما يعني العلماء يذكروه نقلا عن الحافظ السيوطي رحمه الله. وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم واسم الأبي فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. يعني اسم الاسم واسم الأبي مكرر ثلاث مرات. برضو فائدته نعرف ان الاسم ده مكرر ان احنا نفتكر ان في خطأ، فنقول هو زيد بن الحسن عن زيد بن الحسن. ابن دي ممكن تكون تصحفت عن يعني هي اصلها عن، لان مش معقولة واحد هيتكرر اسم واسم ابوه ثلاث مرات فتظن ان بدل ابن عن. لكن انت لو عارف ان هو اسمه كده فعلا هذا لن يأتي الى ذهنك. او يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي. وكسليمان عن سليمان عن سليمان. الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، الإمام المشهور الإمام الطبراني. والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلاء الهمذاني العطار،
العطار دي جاية منين؟ هو يصنع العطار؟ من يصنع العطر والطيب؟ احنا عندنا هنا في مصر نطلق على العطار اللي هو بيبيع الأعشاب، نطلق عليه العطار، لكن هو في أصل اللغة وفي كلام الأقدمين صانع العطر والطيب. مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد، يعني اتفاق عجيب. فاتفق في ذلك وافترق في الكنية، ده كنية أبو العلاء وده كنية مين؟ ها؟ اصحوا كده معي، أبو علي. وافترق في كمان في النسبة إلى البلد، هذا من همذان وهذا من أصبهان. وفي الصناعة برضو افترق، ده عطار وده إيه؟ حداد. يبقى الأسماء اختلف اتفقت واختلفوا في كل شيء بعد كده، في الكنية والنسبة والإيه والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، يعني جزءا كبيرا. طيب نكتفي بهذا القدر ولا ايه؟ نكمل. طيب، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني لابد من ايه؟ من معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. اسم الراوي والشيخ واحد، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح. طبعا بعض الناس قال لك ان ابن الصلاح لم يتعرض له، يعني لسهولته او لكونه لا يخفى على طلاب الحديث. وفائدته رفع اللبس عمن يظن ان فيه يظن ان فيه ايه؟ تكرارا. هي تكرارا ولا تكرارا؟ الأفصح تكرار. نعم تكرارا، لا تكرارا بالفتح. الأفصح الأفصح. كل ما كان على وزن تفعال فهو بفتح التاء إلا كلمتين. من يعرفهما؟ كل ما كان على وزن تفعال فهو بفتح التاء، تقول تكرار، ترحاب، تمثال، تبيان. تبيان دي واحد منهم. تمثال؟ لا تمثال دي تمساح. ايه تمساح؟ لا تبيان وايه. وكلمتين واردين في القرآن، تبيانا لكل شيء. والتانية فلما توجه تلقاء مدين. يبقى ايه؟ هما دول الكلمتين بس اللي ايه تقولها بكسر التاء، وما عدا ذلك فتقولها بالفتح، تكرار. لكن انا اشوف في قاموس المستهل العلمي التكرار في القاموس، يعني في اي نسيت، يعني بيقول المستهل العلمي التكرار. لا التكرار بالفتح، هو شكلها كده بالكسر. وش هو المستهل العلمي التكرار الذي شكل من الذي ضبطه ضبطها بالكسر من مش عارف. طبعا
المحققين هذا المحقق محقق الكتاب أم مصنف الكتاب؟ ها سهلتها عليك، مش عايزين نعرف اسمه. أنا أشوف في يعني فيسبوك بس. حتى هو لو كان ضبطها بالكسر فهو خطأ. إيه تكرار. فمن أمثلته يظن أيه عمن يظن، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. انقلاب إزاي؟ كيف؟ يقول لك كيف يكون التلميذ شيخا؟ كيف يكون التلميذ شيخا؟ يقول لك ده في انقلاب هنا في الايه في الاسناد. فمن امثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم. طبعا مسلم ده غير مسلم ده. فشيخه مسلم بن ابراهيم الفراديسي البصري، والروي عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. يبقى مسلم ده غير مسلم ده. لو واحد بقى ما يعرفش يقول لك ازاي البخاري يروي عن مسلم ويروي عنه مسلم، ازاي يبقى هو شيخ وتلميذ في نفس الوقت؟ لا ده هما اتنين مش واحد. مسلم الأول من اسمه؟ مسلم اللي هو الأول الشيخ ولا التلميذ؟ الشيخ مسلم ابن إبراهيم الفراديسي. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينه. كذلك عبد بن حميد روى عن مسلم وروى عنه مسلم، بس مسلم هذا غير مسلم هذا. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام شيخه، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه يعني، وشيخه أقران وقرين له كمان. والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام. فالأعلى ابن عروة اللي هو شيخه يعني، والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى. فالأعلى اللي هو شيخه يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى، والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور. وأمثلته كثيرة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وهكذا يكون إيه فضل لنا يعني أعتقد درس واحد فقط ونختم إن شاء الله.